مطلوب منا الآن أن نجد قيمة y، وأعطينا أن الجذر التكعيبي السالب لـ y يساوي 4 ضرب الجذر التكعيبي لـ y زائد 5، وهذا يعتبر كمساعدة حتى نستطيع عزل الجذر التكعيبي، أي عزل الجذر في طرف لوحده في المعادلة، ومن ثم نبدأ بإيجاد قيمة y لنرى إذا كان يمكننا عزل الجذر. أبسط شيء يمكن فعله إذا أردنا أن نضع الجذر على الجانب الأيسر من المعادلة هو أن نطرح 4 ضرب الجذر التكعيبي لواي من طرفي هذه المعادلة، لنطرح 4 إذن ناقص 4، ما نريد فعله هو طرح 4 ضرب الجذر التكعيبي لواي من طرفي المعادلة، إذن ناقص 4 ضرب الجذر التكعيبي لواي من طرفي المعادلة. في الجانب الأيسر لدينا ناقص 1 ضرب الجذر التكعيبي لواي، ثم نطرح 4 الجذر التكعيبي لواي فنحصل على ناقص 5 ضرب الجذر التكعيبي لواي، هذا هو الجانب الأيسر. الآن الجانب الأيمن نحذف هاتان القيمتان، وهكذا انتهينا من عملية طرح هذه القيمة. إذا نلغي هذه ويتبقى لدينا 5، كل ما تبقى لدينا هنا هو 5، وبهذا نكون قد عزلنا الجذر التكعيبي لواي. والآن علينا أن نقسم طرفي المعادلة على ناقص 5، إذا سنقسم كلا الطرفين على ناقص 5، فيحذف هذا كل هذا الشيء، وتبقى لدينا الجذر التكعيبي لواي يساوي 5 تقسيم ناقص 5 يساوي ناقص 1. لدينا الآن الجذر التكعيبي لواي يساوي ناقص 1. حسنا، أبسط طريقة لحل هذه هي أن نرفع طرفي المعادلة للقوة 3، فهذه العبارة تعادل y للقوة ثلث يساوي ناقص 1، وهناك طريقتين للتعبير عن الشيء نفسه، ويساوي رفع العدد للقوة ثلث. فإذا رفعنا طرفي المعادلة للقوة 3، ما يعني أننا نرفع طرفي هذه المعادلة للقوة الثالثة، نرفع طرفي المعادلة للقوة الثالثة، ويمكن أن نرى هذا y للقوة ثلث الكل للقوة 3، y للقوة ثلث ثم y للقوة 3 يعادل y للقوة ثلث طر 3 أو y للقوة 1، هذا كل شيء. إذا أخذنا الجذر التكعيبي لـ y التكعيب يكون الناتج y، إذا الجانب الأيسر يصبح عبارة عن y، ومن ثم الجانب الأيمن كم ناتج؟ ناقص 1 للقوة 3، ناقص 1 ضرب ناقص 1 يساوي 1 ضرب ناقص 1 يساوي ناقص 1، إذا حصلنا على الناتج y تساوي ناقص 1. لنتأكد الآن إذا نجح هذا، سأعود للمعادلة الأصلية وأعوض بناقص 1 بدلا من y، فيكون لدينا الجذر التكعيبي السالب لناقص 1 يجب أن يساوي 4 ضرب الجذر التكعيبي لناقص 1 زائد 5. دعونا نتحقق من الناتج، الجذر التكعيبي لناقص 1 يساوي ناقص 1، ناقص 1 تكعيب يساوي ناقص 1، إذن هذه تساوي سالب ناقص 1 يجب أن يساوي 4 ضرب الجذر التكعيبي لناقص 1 يساوي ناقص 1 زائد 5، سالب ناقص 1 يساوي موجب 1، إذا 1 يساوي 4 ضرب ناقص 1 ناقص 4 زائد 5، إذا هذا صحيح، 1 تساوي ناقص 4 زائد 5، إذا نجح الحل.